إذن يا غالي أعطني قلبك وضع يدك في يدي ودعنا نجول في هذه الموعظة ونأخذ نفوسنا ونتذكر، فإن العبد عباد الله إن لم يكن له منذر من نفسه طال عليه العمر ما قدم ركعة لله جل وعلا في جوف الليل، وربما طال عليه العمر فاشتغل بالشهوات وضيع العمر باللهو والخلوات، فلا آية ترده ولا حديث يعظه. ولذا كان لزاما أن نأخذ هذه القلوب إلى الله جل وعلا، فالعمر يمضي والأيام تذهب والسنوات تجول والأحوال تتغير والفتن تأتي، ولا يحب أحدنا أن يقبض على ما لا يحب الله جل وعلا. إذن يا غالي قبل بدايتي أصلح ما بينك وبين الله جل وعلا، أصلح ما بينك وبين الله جل وعلا، أصلح يا غالية ما بينك وبين الله تبارك وتعالى، قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وقفة أقفها أنا وإياكم لعل قلبي وقلبك أيها الغالي أن يحن إلى مولاه ويشتاق، لعل نفسي ونفسك بعد إعراض وطول غياب عن المولى جل وعلا أن تستغفر وتتوب وتعود. أصلح ما بينك يا غالي وما بين الله يصلح ما بينك وبين العباد. يا غالي الله جل وعلا يقول فما أصبرهم على النار، ألست تخاف من نار الله فلماذا تأخرت؟ ألست تخاف من نار الله جل وعلا فلماذا وقعت في شراديب الهوى؟ ألست تخاف من نار الله جل وعلا فلماذا؟ أما وعظك الواعظون؟ أما ذكرك المذكرون؟ أما رأيت أمواتا أمام عينيك؟ أما حفرت قبورا؟ أما ودعت أحبابا؟ أما دمعت عيناك شوقا إلى الله جل وعلا؟ واعلم أن العبد متى ما اشتاق إلى الله اشتاق الله له، ومتى ما استغنى عن الله جل وعلا استغنى الله عنه. لكن المصيبة في الغفلة، المصيبة في الغفلة عن الله جل وعلا. وين هم؟ أين هم؟ وهم لا زالوا ما يتوبون ولا يستغفرون، وللحرام ينظرون وللأغاني يسمعون، وبعباءات النساء المخصرة من النساء يمشون. أين الستر؟ أين الحياء؟ أين الإيمان؟ أين الخوف من رب الأرض والسماوات؟ يا ويلك من الله إن لم تتب، إن لم ترجع إلى الله الآن، يا ويلك إن لم تكن من الذين طلبتهم جنة الله جل وعلا وأبيت إلا عذابه. نسيت بل وتعاظمت، والله عز وجل سيسألك، فإن كنت من الصالحين فقد كتب الله توحيدك وإيمانك وصدقاتك وإحسانك وبرك بوالديك وصبرك لأجل الله وطاعتك وصلاتك ودعاؤك ودعاؤك وقيام الليل وحبك في الله ولأجل الله وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرك بالمعروف نهيك عن المنكر، عمرتك حجك صيامك استغفارك ذلتك وخضوعك بين يدي الله جل وعلا. يا الله كل شيء أحصاه الله جل وعلا في إمام مبين. فيا أحبتي يا أحبتي هلم للتوبة إلى الله جل وعلا، هلم للأوبة إلى الله تبارك وتعالى، هلم نسأل الله جل وعلا رحمته ومغفرته وهداه، قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وهناك يا غالي ليس لك مجال إلا توبة وإنابة في هذه الدنيا، وأما هناك فلا رجعة ولا توبة ولا استغفار ولا ندم، لن ينفعك هذا أبدا إلا إذا كان بصدق عمل. اللهم إني أسألك يا رب العالمين أن تجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا